الحقيقة النهاردة هنتكلم عن مرض السكر ومضاعفات مرض السكر عند تجاهل المريض ليه، ولكن ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الدكتور محمد أحمد توفيق، أخصائي طب العيون جامعة بنها وزميل الكلية الملكية البريطانية في جراحة العيون. علاقة السكر بالعيون ده اللي هنعرفه بقى من خلال لقائنا النهاردة مع دكتور محمد. صباح الخير يا دكتور، نورنا. مرض السكر ليه مضاعفات كتير لما بيوصل لمراحل متقدمة، ممكن المريض نفسه ما يكونش شاعر بالمضاعفات دي، يعني ممكن مثلا لما يسيبه جرح أو حاجة ما يحسش انه هو تعور أو كده. من مضاعفات برضو مرض السكر تأثيره على العين، ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة. يعني هو البداية احنا عايزين نعرف نقطة، ان من نعمة ربنا علينا اي مرض احنا نشتكي منه احنا لازم نحمد ربنا عليه. مجرد ما حصل عندك مرض واشتكيتي منه ده معناه انك انت هتروح تستشيري الدكتور فورا اول ما بتشتكي منه. من احد من عيوب مرض السكر عموما في الجسم كله ان هو لا يصحبه شكوى، لانه ما بيصحبوش اي نوع من انواع الوجع. بالنسبه للحاجه اللي تخصنا في العين احنا بنسميه حرام النظر. لما بيبدا يصيب العين، العيان لا يشتكي تماما من اي مشكله في الرؤيه في بدايات المشكله خالص، بيبدا يشتكي في اوائل المشكله تماما. ممكن يكون هو مكتشف ان عنده سكر عند دكتور البطنه مثلا من 10 سنين 15 سنه، وعمره ما راح زار دكتور العيون لانه ما اشتكاش، ودي بدايه المشكله اللي عنده. ودي اول نقطه نحب نتكلم فيها، ان مجرد العيان ما يبدا يحس، مجرد ما العيان يبدا يكتشف انه عنده سكر مع دكتور البطنه بتاعه، ينصح زياره طبيب العيون على الاقل كل 3 شهور، مهما كانت ان هو شايف سواء في الم او في شعور بحاجه غريبه، ان شاء الله حتى لو بيشوف 6 6، لو بيشوف كويس جدا جدا وما عندوش اي مشكله تماما، لازم زياره طبيب العيون على الاقل كل 3 شهور، لان ده من الامراض اللي لازم يتعمل عليها حتى مسح طبي. ممكن انا كمان كدكتور اللي اروح له، مش هو اللي يجي لي، يعني انا اروح لبلد معينه واجيب العيانين اللي عارفين ان عندهم سكر، وانا اللي ادور على تاثير السكر على الشبكيه فيه. المشكله اللي بتواجهنا كدكاتره ان العيان بيجي لدكتور عيون لما يشتكي، ومجرد اشتكى ده مثلا يبقى السكر وصل لمرحلة، لا يعني يبقى السكر بدأ يأثر على الشبكية على الأقل 20 30 40% من تأثيره على الشبكية، وبنبدأ بقى علاج متأخر. هي دي المشكلة. لو العيان استوعب النقطة دي في بداية الحديث هيبدأ بعد كده قصة العلاج بتاعته تبقى سهلة جدا. دكتور العيان، كل عياننا اللي بيجوا لنا من السكر، عندك يا عم الحاج سكر بالك قد ايه؟ 20 سنة 25 سنة. من 20 سنة 25 سنة دي أول زيارة لطبيب العيون. لو اعتبرنا ان هو اول يوم زار فيه طبيب العيون ده كان لما كان عنده من 20 سنه، لما اكتشف مع دكتور البطنه ان عنده سكر، هنقعد نتابعه كل شهر. مجرد ما السكر يبدا ياثر على الشبكيه كنت انا عالجته وما كانش وصل للمرحله دي. صحيح. طيب عايزه برضو اعرف من حضرتك طبيعه التاثير السكر على العين. تمام. هو السكر مشكلته ان هو مرض عام في الجسم. يعني ايه يعني المريض عنده سكر؟ يعني نسبه السكر جوه الاوعيه الدمويه عاليه. الوعاء الدموي ده عباره عن، لو اعتبرناه ماسوره كده جواه مكونات كتير، لو السكر ده نسبته عليت جوه الماسوره دي، جدار الوعاء الدموي ده هيبدا يضعف، مكونات الدم اللي جوه دي تبدا تخرج من الجدار الدموي. الشبكيه الاوعيه الدمويه بتاعتها ضعيفه، مكونات الجدار الدم الجدار بتاعها اقل شويه من مكونات الجدار بتاعت الاوعيه الدمويه الكبيره، فيبدا المكونات دي تخرج. من المكونات دي بقى ممكن تبقى دم، ممكن تبقى ميه، ممكن تبقى دهون، فيبدا سطح الشبكيه بتاعه يرشح، بنسميه احنا عندنا يرشح، يرشح ارتشاح، بيرشح سطح الشبكيه دم ودهون وكده. هيبدا العيان ما يشتكيش خالص طول ما الرشح ده في اطراف الشبكيه، يبدا يشتكي اول ما الرشح ده يبدا يوصل لمركز ولا يحس بضعف الابصار ولا زبلله ولا ضباب، ما بيبداش يشتكي من اي حاجه خالص. مجرد ما الشكوى دي تسيطر على مركز الابصار يبدا يجي يشتكي. هو العيان الوحيد اللي بيشتكي هو العيان السمارت، اللي هو بيفرق معاه قوي دي تفاصيل الاشياء، اللي هو بياخد باله، اللي بياخد باله من تفاصيل الاشياء، لان التغيرات لما تاثير السكر يبقى على اطراف الشبكيه بتبقى ضعيفه جدا جدا في النظر، بس بتبقى كبيره جدا جدا كتاثير السكر على الشبكيه دي، يعني بتبقى حجمها كبير جدا. دورنا احنا كدكاتره عيون ان انا لو بصيت على عيان في العياده ولقيت عنده سكر، لازم يبقى فاهم دكتور عيان السكر ان انا عمري ما هرجعه لورا. لو لقيت السكر بأثر على 20 30% من الشبكيه بتاعته، انا هبدا من النقطه دي واحاول امنع ان الباقي يحصل. ال 20 30% اللي اتاثروا دول خلاص انا بحاول امنع زياده المشكله. فتخيل احنا جينا عند 5% هنحافظ على 95، لو جينا عند 50% هنحافظ على 50%. ويجي العيان للدكتور زعلان، يا دكتور طب واللي راح؟ اللي راح ده مشكلته ان انت جيت متاخر.
هي بتبقى مشكلة عند دكاترة العيون بقى، يعني الكلام يبقى صراحة، دكاترة العيون عندهم عبء على المشكلة دي، والعيان عنده عبء، العيان لأنه ما عندوش ثقافة إنه يروح للدكتور من غير ما يكون مشتكي. الدكتور أو المنظومة الصحية عموما لازم تبقى فيها حاجة اسمها مسح طبي، والمسح الطبي ده في أي دولة أخرى لازم الدكتور هو اللي يقوم بيه. أي مرض لا يصاحبه شكوى لازم يتعمل عليه مسح طبي. نروح يعني لأي الدكاترة هم دولة اللي بيقدموا على لازم الخطوة دي. الدكاترة هم اللي طب بيقدموا فين على الكلام الخطوة ده دي. بقى يا دكتور؟ أنا جاهز. أنا جاهز، إحنا جاهزين، بس هي المشكلة إن لازم تبقى فيها إمكانيات وفيها تنظيم، لأن أنت بيطلع معاك طاقم طبي اللي هم دكاترة الباطنة، لازم يعملوا الأول هم مسح طبي على القرية اللي إحنا رايحينها، خرجوا لنا المرضى اللي عندهم سكر، يحددوا لنا أكتر السكر اللي بقاله فترة طويلة، علشان هو ده اللي بنسبة كبيرة جدا هيكون، يعني أنا ما أقدرش أروح أجيب القرية كلها أعمل لها فحص لقاع العين، لا هعمل فحص، ممكن دكتور البطن يسبقني الاول يطلع لي مثلا 20% من القريه دي عندها السكر، اخد انا اللي عندهم سكر ده اطلع منهم 10% 20% عندهم تاثير للسكر على الشبكيه، ابدا انا عليكم. ودوت هو ده العلاج الصحيح، ان انت اللي تروح للعيان مش هو اللي يجي لك، لان العيان وثقافه العيان المصري استحاله مفيش وعي برضه هيجي للدكتور غير لما العيون يشعر الا بقى. لما يشتكي. صح. طيب سؤالي برضو دكتور، دلوقتي يعني حضرتك بتقول مريض السكر على المدى البعيد العين بتتأثر، تمام. هل في حالة لو المريض زي ما بيقولوا كده صاحب مرض السكر وكان على طول عامل كنترول على السكر ومظبط سكره برضو هيحصل لا، مضاعفات هو للعين؟ الابحاث اللي خرجت علشان عشان عيان سكر يبقى فاهمها، ابحاث من على كذا من اتجاهات، اتجاه من الاتجاه اللي حضرتك بيسال عليه ده ان هو تظبيط السكر العام، يعني انا لو عندي السكر بتاعي 400 مثلا وعندي دكتور البطنه مظبطه وعلى ستريكت طول مظبطين. بانتظام مظبطه، الابحاث تقول ان 90% ان العيانين دي هتوصل لمنطقه السلام ان شاء الله، ان شاء الله لما يعني ما فيش بعد اي عمر مضاعفات طويل، على العين. بس في برضه نسبه، النسبة دي مش قليلة، 10% مهما كان ظبطت السكر وعملته، يعني ما فيش غلطة خالص مع دكتور البطن، ممكن تأثير السكر بيتوقف على ايه بقى ده؟ بتوقف حسب الحرب مين اللي هيكسبها. هي الفكرة السكر دي بالظبط مع دكتور البطن ودكتور العيون عبارة عن واحد بيحارب حاجة، وانت اقوى من مين، يعني انت ممكن الجدار بتاع الوعاء الدموي ده عند واحد يستحمل سكر حتى 400 500 وما يحصلوش اي حاجة خالص، طبيعة الإنسان طبيعة نفسه بقى. الجدار والوعاء الدموي بتاعته دي تستحمل السكر لغاية 500 600، في واحد تاني السكر 120 ولا 150 اللي هو الطبيعي بتاعه، ويبدأ يتأثر ويبقى عنده مشكلة. هي بتختلف حسب طبيعة الشخص، وبتختلف حسب قوة السكر، وبتختلف حسب نوع السكر، لو احنا يعني دي مش هنطرق لها قوي، بس هو السكر في ناس تاخد منه حقن وفي ناس تاخد منه حبوب، اللي هو الناس اللي بتاخد انسولين والناس تاخد حبوب، اللي بتاخد انسولين دي الاكتر السكر بتاعها اقوى شويه، ان احنا نهاجمه اصعب شويه، هو اللي بيهاجمنا باسلوب اعنف شويه. السكر لو جه في الناس الصغيرين ده بيبقى قوي جدا جدا جدا، صعب ان انت تسيطر عليه، ولما بتسيطر عليه تبقى بتحمد ربنا انك سيطرت عليه. تختلف بقى حسب انت بتهاجم مين بالظبط، بس نسبه الناس النسبه الكبيره اللي هي 90% لو ظبطنا السكر مع دكتور بطنه كويس، واكتشفنا ان احنا عندنا سكر في الشبكيه من بدري، وعملنا جدول كده ومشينا ومعانا الورقه متابعه بالظبط باستمرار، هنلاقي نفسنا ماشيين في خط الامان. لو طنشنا وقعدنا في البيت واستنينا لما الرؤيه فقدت، اصل الرؤيه بتفقد في لحظه ما بتفقدش بالتدريج، فقدت ورحنا للدكتور، هيبدا الدكتور يتعامل، بس هيتعامل من النقطه دي مش هتعامل من النقطة اللي ورا، مش هيرجع لك اللي راح، مش هيرجع لك اللي راح الحبة اللي خالص، راحوا لا دول دول مش هيرجع. قصتهم انتهى. والعيان لازم يبقى فاهم برضو نقطة، ان علاج السكر في الشبكية ده تطور غير عادي في 5 6 سنين اللي فاتوا، الدنيا اتغيرت تماما. كان زمان قبل 5 6 سنين كان كل الدكتور الرمد يعمله لما يلاقي عنده سكر متأثر على الشبكية ليزر، جلسة ليزر على العين، العيان يروح مش فارقة بقى معاه جلسة ليزر دي جابت نتيجة ولا لا، لأن ما عندوش غير الاختيار ده بس، ما كانش عنده فحص واحد بس اللي هو تصوير بالصبغه على الشبكيه، كان يحقن صبغه في الوعاء الدموي اللي في الايد ده، الصبغه دي توصل للوعاء الدموي اللي في عشان الشبكيه، التشخيص يقدر يعني. يحدد بالظبط انهي وعاء دموي خرج منه الصبغه دي، فنقدر نحدد المشكله. لا دلوقتي بقى في تصوير بالصبغه، وبقى في تصوير مقطعي على الشبكيه، اخد الشبكيه دي 10 طبقات ادرس كل طبقه بالظبط تاثرت قد ايه. لا الفحوصات تقدمت جدا، وعلاج تقدم جدا، من حقن داخل العين لعمل جلسات ليزر في العين باسلوب احدث كتير. كان زمان بنقعد نعمل 4 5 6 جلسات على مدار شهر، دلوقتي الاجهزه الحديثه هي جلسه واحده مره واحده طب والعيان دكتور، يخلص. الطبيب نفسه بيعرف مثلا من خلال الفحص في العياده اذا كان عنده سكر في الشبكيه، ولا لازم الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ لا احنا في العياده بالظبط بنبقى عاملين زي لما بنخش في اي مكان مثلا ونلاقي حيطه راشحه ميه، ده التشخيص المبدئي، الحيطه راشحه ميه
نقدر نحدد مكان الماسوره اللي تطلع المايه دي فين. لا. انت بتلاقي بس رشح في رشح مش شرط الرشح ده مش شرط الماسوره اللي وراها هي اللي فيها مشكله. احنا بنجيب بقى السباك ونجيب البنا ونهد الحيطه وندور على الماسوره. احنا زي ما احنا عندنا بالظبط احنا بنبص على الشبكه نلاقي فيها رشح. مكان الرشح ده فين؟ لا نبدا نعمل فحوصات. ما لقيتش رشح يبقى ما فيش حاجه. ماليش دور في العياده غير ان انت السكر اثر على الشبكه. النسبه فين؟ قد ايه اثر؟ العلاج ايه؟ لازم نبدا نعمل فحوصات. الفحوصات بتبقى بالترتيب، يعمل تصوير بالصبغه. الصبغه دي فكرتها ايه؟ بتخش جوه الوعاء الدموي اللي في الايد، لانها ماشيه لغايه ما توصل للوعاء الدموي اللي في العين. لو الوعاء الدموي ده سليم استحاله الصبغه دي هتخرج منه. لو الصبغه دي خرجت من الوعاء الدموي يبقى الوعاء الدموي ده في مشكله. لا في مشكله، السكر هنا مأثر على الوعاء الدموي ده. خلاص يبقى انا شخصت الماسوره اللي فيها مشكله. طب الوعاء الدموي ده خرج ميه، الشبكيه دي 10 طبقات، الميه اللي خرجت جوه الشبكيه انتفخت قد ايه؟ ما ممكن تكون خرجت بس ما نفختش الشبكيه، ما عملت لهاش رشح كبير. خرجت وامتصت على طول. لا ده لما اعمل تصوير مقطعي ويدرس لي تفاصيل العشر طبقات دول ايه، لو لقيتهم منفوخين قوي كده لا يبقى علاج مختلف، لو لقيتهم عاديين يبقى علاج مختلف. نبدا بقى ناخد خطه مع العيان ونمشيه في السكك بتاعته كلها. في الاول الكلام بيبقى سهل جدا جدا، هو التصوير اتنين جلسه ليزر روح البيت يا عم الحاج، تعالنا كل 3 شهور ايش حياتك طبيعي روح حياتك تماما، الدمو تبقى زي الفل. اول ما نبدا بقى نيجي في الخطوات المتقدمه تصوير فتصوير فحقن في ليزر جلسه 2-3 عيان ما بيحسش بتحسن فبيبدا بيتضايق، واحنا نكون فاهمينه في الاول نقول له احنا مش هنجدد لك حاجه في النظر. ممكن العيان يعمل جلسات ليزر وعلاج للشبكيه وهو بيشوف 6-6، ما يبقاش عنده اي مشكله في الرؤيه تمام، النضاره بتاعته زي الفل، رؤيته زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. ده العيان اللي هو عارف ان عنده سكر، عارف ان عنده سكر في عند دكتور البطن، عارف ان لازم يروح لدكتور العيون، معاه سكيدول ماشي بيه كل 3 شهور بيجي. احنا عندنا عيانين كده مريحين جدا جدا يعني، بتلاقي العيان جايب الجدول بتاعه بس قليلين اكيد، قليل جدا يعني مش قليلين بس هم قليلين جدا. عشان كده بقول لحضرتك احنا في المجتمع بتاعنا لازم يطبق فيه المسح الطبي. المجتمعات الاوروبيه مهما كان هم ما بيسالش العيان من سمارت، هو حتى لو سمارت لازم يروح له. وهم عندهم طبيب الاسره ده يعني قصه طبيب الاسره دي مرحله قبلينا احنا، هو طبيب الاسره ده اصلا كده كده ليه زياره شهريه للاسره، فكده كده بيكتشف كل اسره طبيب، كل اسره طبيب، فبيروح يكتشف اصلا، فبيروح يقول له روح انت لدكتور العيون لان انت عندك مشكله دلوقتي، فبتبقى اسهل تماما هناك. هنا الموضوع بيبقى اصعب شويه. انا مره رحنا مسح طبي في قريه من القرى اكتشفنا يعني كميه اشخاص عندهم سكر والسكر مأثر على الشبكيه مهوله. الطابع الريفي، لا الطابع الريفي هو اهم حاجه عنده، انه بيخرج من البيت يعرف يروح الارض الزراعيه، يعرف يخش الحمام بتاعه ويعرف ياكل لوحده فقط، لا ما يهموش بقى يسوق كويس ان هو ما بيسوقش، ما يهموش شريط الاخبار اللي تحت ده يبقى مبين كويس، مش فارقه معاه كتير. يعني الاحتياجات المعيشيه في الرؤيه عنده قليله جدا جدا عن احتياجات المعيشيه بتاعت الانسان اللي عايش في المدينه، فهو ما بيشتكيش. هيشتكي امتى؟ اول ما يبقى هاندي كام. هاندي كام دي يعني مش قادر يقوم يروح الحمام لوحده او مش قادر يروح الارض لوحده، فيبدا يزور دكتور العيون. نبدا احنا نشوف بقى يعني مستوى تاني خالص، ونبدا بقى نحاول يعني هيئه نفسيا ان الجو عمره ما هيتغير عكس المايه البيضاء. هو فاكر ان المايه البيضاء في اي دوله ريفيه عند قريه ريفيه عندنا المايه البيضاء سهله جدا، العيان برضو بيسيبها لغايه ما تستوي زي ما احنا بنقول، ويروح لدكتور عيون، دكتور عيون بيشيلها له خالص، لان احداث اجهزه تماما اتغيرت وبقت حديثه جدا، لو حتى طوبه لو حتى مستوي على الاخر هيرجعه يشوف كويس جدا. هو فاكر ان السكر نفس القصه، لان جاره قعد دنه في البيت لغايه ما بداش يشوف خالص، فراح لدكتور العيون رجع شايف. هو افتكر برضو ان هو مش هيروح لدكتور عيون الا لما يفقد البصر خالص، هيرجعه له بقى، هيرجعه له تمام. والكلام ده مختلف تماما في السكر، ده برضو قله وعي يعني. صعب صعب جدا في السكر يعني. بامانه احنا بنمسك العيان اول ما بيجي لنا العياده بنقعد معاه على الاقل ساعه في العياده مش كشف، نفهمه مشكلته ايه. استاذنك بس في حته، لازم يعني دي نصيحه للعيان لازم يبقى فاهمها، كان في سياسه لدكاتره كتير جدا ان هو ما يحبش يشرح للعيان مشكلته ايه بالظبط، علشان العيان ممكن يحصل له زي نوع من انواع الاحباط، او بالذات السكر لازم العيان يبقى فاهم بالظبط تفاصيل مرضه وتفاصيل تقدم مرضه والحاله بتاعته رايحه لفين بالظبط بالنسب، يعني يا عم الحاج انت حالتك دي نسبتها كذا وكذا وكذا وكذا،
وانت كنت كذا وهتبقى كذا وعملنا لك كذا، ممكن يعني بالتفاصيل الدقيقه، وانا لغايه ساعات بوصل اكتبها له في ورقه عشان العيان يتعايش معاك. مجرد ما العيان يخش معاك ويتعايش معاك طبيعه المرض بتاعته يفهم بالظبط ان هو لو اتنرفز مثلا او لو اتعصب او لو كان حته بسبوسه، حته البسبوسه دي ممكن تفقده بصره، لان حته البسبوسه دي ممكن ترفع له السكر. تعرفوا ايه اللي ممكن يعيش تفاصيل المرض معاك. والله يا دكتور هو المفروض في كل حاجه مش في السكر بس كمان، يعني لان دي انا مشكله السكر بتبقى حرامي حرام، ما بيبقاش انت واخده بالك ان السكر بيفقد البصر، السكر بيفقد البصر فجاه من غير ما ناخد بالنا، لان هو شغال ياكل في اطراف الشبكيه وانت عايشه حياه سعيده جدا ما فيش مشكله. مجرد ما بيبدا يهجم على مركز الابصار بتكون خلاص القصه انتهت في الاطراف، ما تقدريش تعيش اكتر من كده. السكر والميه البيضاء والميه الزرقاء، يعني دايما لما حد يروح لدكتور يقول له عندي ميه بيضاء او يعرف يقول له انت عندك سكر او ضغط، هو السكر ده مشكلته ان هو مش بيأثر على الشبكيه، لا ده هو دايره مغلقه. السكر عيان عنده سكر بيأثر، يعني العيان عنده سكر عينيه دي بتبقى معرضه للخطر في كذا اجزاء منها، وبنبقى احنا بقى ايه متكتفين كدكاتره عيون، هو جاي عنده ميه بيضاء وعنده سكر بأثر على الشبكيه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل له الميه البيضاء. طب انا عملت له الميه البيضاء هو مش هيتحسن اصلا، لان العين دي العين دي عامله زي الكاميرا بالظبط. لو العدسه بتاعت العين دي اتخربشت، بتاعت الكاميرا دي اتخربشت، مش هتغيرها تجيب عدسه جديده؟ الفيلم سليم. طب لو العدسه دي متخربشه والفيلم مش مظبوط، هنشيل العدسه ونجيب عدسه جديده، الفيلم لسه فيه مشكله. صحيح. فلو غيرنا الميه البيضاء وجبنا عدسه جديده العيان مش هيحس بتحسن. نرجع مره تانية، فبقول لك بقى الحته بتاعت الميه البيضاء دي، انا بقى العيان لما بيجي لنا عنده ميه بيضاء وسكر بيبقى الهدف من الميه البيضاء ان انا اللي اشوف الشبكيه مش هو اللي يشوف. صح. لان الشبكيه العدسه بتبقى امام الشبكيه، لما انا اشيل له العدسه واحط له عدسه عشان انا اللي اشوف الشبكيه مش عشان هو اللي يشوف. فبنبدا نعمل عمليه الميه البيضاء مش لتحسين رؤيه العيان، تحسين رؤيه الطبيب عشان يبدا يشوف الشبكيه تماما كويس. بس كمريض مش هيحس باي تحسن، مش هيحس حسب تاثير السكر على الشبكيه. ما هو لو عنده سكر ومؤثر بنسبه ضعيفه جدا على الشبكيه خلاص، وعنده ميه بيضاء جامده هيبدا يحس. هي ديبند يعني تعتمد على الشبكيه الفيلم بتاعه بايظ قد ايه. لو الفيلم بتاعه الباب بتاع الكاميرا بس اتفتح سنه واتقفل تاني خلاص، ده هي جزء بس اللي باظ من الفيلم. لو الفيلم كله باظ مهما غيرت عدسه الكاميرا وجبت احدث عدسه في العالم قصه مش هتختلف كتير. طب لو اثر السكر على الشبكيه بنسبه معينه مثلا والمريض لجأ للطبيب ووقف الموضوع او تم العلاج، هنبدا بقى نعمل الميه البيضاء، هل في احتمال تاني لحدوث مضاعفات مره تانية برضو في نفس المكان بعد ما الدكتور تعامل مع الامر؟ السؤال ده جميل جدا. ليه بقى؟ لان هو العيان احنا بنحاول نقنعه بالنقطه دي مش ساعات كتير ما بنعرفش نوصل لها. لازم العيان يبقى فاهم ان هي زي ما انا فهمت حضرتك ان دي حرب، الحرب دي ممكن يبقى فيها هدنه، احنا خلاص يعني دي مجرد هدنه، مجرد هدنه، وممكن الهدنه دي تطول 10 20 سنه، وممكن الهدنه دي تطول يومين بس ثلاثه بس. انا ما اقدرش كدكتور عيون، اصل هما بييجوا يلوموا دكاتره العيون يقول لك انا رجعت لي تاني. لا دي انا مش، اصل السكر ما اتشالش من الجسم. تعرفي لو دكاتره البطنه وصلوا العلاج انه يشيلوا السكر، عمرك شفت مريض سكر بطل ياخد سكر دواء السكر؟ استحاله، مش موجوده في العالم. عمرك شفت مريض ضغط بطل ياخد دواء الضغط؟ استحاله. فمريض السكر ده طول ما هو بياخد دواء السكر يعني لازم يبقى عارف ان المشكله ما لسه موجوده. انا كل اللي عملته ان انا حوطت له المشكله، سيطرت انا عليها. افرض ان انا سيطرت عليه روحت البيت، انا خلاص انا روحت البيت، هو روح البيت. هو ما جاش بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاث، السكر فاق تاني فهيبدا ياثر تاني. ودي بتختلف، انا ما اقدرش اقول له يعني ما بديلوش ان بعد شهر هيتاثر، لا ده انا بقول له انت ممكن بعد 20 سنه ادانك زي ما انت، وممكن بعد اسبوعين. طب في حاله لو واظب مثلا على ان هو ينظم السكر بقى ممكن ما يرجعش؟ لا ممكن ما يرجعش. لا هو مواظبه السكر بتزود لنا نسبه ان هو ما يرجع كتير. ما اقول حاجه، هي العيان المركز اللي ماسك ورقه وقلم اللي عارف طبيعه مرضه بالظبط شكلها ايه، ده العيان اللي هيبقى مريح. حتى لو كان عامل كل دوت وحصل له تاني ارتشاح او حصل له تاني مشكله بيجي على طول فورا، فبيجي لي برده في بدايه المشكله، ما بيجيش برده في النهايه. يعني بيجي ده لسه بادئ اهو ياثر من جديد، بنبدا احنا نلحقه برده على طول. صحيح. ما بيستناش طبعا لما المشكله تتفاقم تاني. طيب في نهايه اللقاء يا دكتور عايزه بس حضرتك تقول الاطفال المصابين بالسكر ازاي نحمي عينيهم او نحافظ على نظرهم والكبار برده؟ هو الاطفال ميزتهم ان هم بيجوا بدري. ليه؟ لان هو اصلا كده السكر لما بيأثر على الطفل بيبقى باين على جسمه.
فبيروح لدكتور الاطفال او دكتور البطنه لو هو مثلا عنده 14 15 سنه، بيقول له انت عندك سكر، والسكر ده بتاخد له انسولين، وهو بيشتكي من العين على طول، لان زي ما بقول لحضرتك تاثير السكر على الشبكيه في الاطفال اقوى بكتير جدا من تاثيره على السن الكبير، واعراضه اللي هي بتاعت النظر بتبقى بدري جدا جدا عن الاكبر، فبيبدا يروح لدكتور العيون. انصحه زور دكتور العيون في اسرع وقت ممكن، لان السيطره عليه مهمه جدا جدا جدا. بتتعاملوا برضو مع الطفل زي الكبير؟ كل بالظبط الخطوات اللي انا قلتها بالظبط، نفس مفيش الخطوات، جديد مفيش خالص، فرق. مفيش مختلف، بس الميزه ان احنا لو جه بدري قوي هيتسيطر عليه كويس جدا، زي برضو الكبير عشان ده سن صغير. الكبير ده عنده 50 60 سنه، زي ما بقول حضرتك كل اللي امله في الحياه انه يعرف يروح الحمام، الواحد ده عاوز يعيش حياه، فلازم يجي بدري قوي عشان نلحق. وبيشوف مثلا 6 9 نخليه يحافظ على 6 بتاع العيان اللي عنده 60 سنه، هو 66 36 طب ينفع يتعمل له تصحيح ابصار مريض السكر؟ لا تصحيح ابصار دي لما يعني جزء خالص بعيد، يعني انا بقول لحضرتك لو الفيلم عندك فيه مشكله غيري عدسات الدنيا مش هتفرق كتير، الفيلم هو اللي فيه مشكله. صحيح. استحاله لو عملت جبت عدسه من اي حته، استحاله العيان هيحس بتحسن طول ما الفيلم هو فيه مشكله. الكبار هو عارف من 20 سنه ان عنده سكر، من دلوقتي يقعد مع نفسه قاعده ويبدا يزور دكتور العيون فورا، ودكتور العيون من هذاك زي ما قلت كل 3 شهور، ده لا حسب حالته، ده لو هو كويس خلاص بقى كويس كده. لو بقى كويس انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا النهارده كانت فعلا جديده علينا. يعني نشكر دكتور محمد احمد توفيق اخصائي طب العيون جامعه بنها وزميل الكليه الملكيه البريطانيه في جراحه العيون. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا.